عنا شحاني نشالين يا بلدنا قالوا عنا نشالين ونحنا مين يا بلدنا نحنا شوية مساكين مظلومين يا بلدنا ايوة حياتك مظلومين. اهتزازات أمنية سياسية اقتصادية مظاهرات اعتصامات سلسلة الرتب والرواتب مستأجرين قدامى حقوق المالكين جلسات غير مكتملة لمحاولة انتخاب الرئيس وها هو لبنان يدور بدوامة من الأزمات بانتظار بعض الانفراجات. توجهنا إلى الشارع وسألنا الناس هل بتعرف شو يعني سلسلة الرتب والرواتب؟ أكيد بعرف. بعرف كيف يعني؟ كيف ما حدا ما بيعرف اليوم؟ أنا صار عمري 70 سنة ما بعرف؟ شو بدك أما؟ شردي وبردي بعرف؟ أنا ما بعرف شيء. ما بتسأل شو يعني؟ لا 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 لا. أخذها سطحياً أنا، شو بعد فيه من العمر أكثر ما مضى. بدك تسأل الوزراء والنواب منين بدهم يجيبوها؟ ما بعرف. ما بدي أسأل. عم بسمع علي على الأخبار بس ما بعرف أنا شيء لأنه ما بتهم لأنه ماني موظف أنا. هذا ما لي خصة فيها ماني موظف. سلسلة هون سلسلة. طوى بالرقبة. نعطش. يعتير. بعد ما عطوها للعالم لحد هلا مع هران. شو في أخبار؟ ما في أخبار شيء، أنا بدي أخبار منكم، ما معي خبر شيء. مش أخبار هيدي الوسيط. ما بعرف شيء لاني ما بقبض لا منيحة ولا وحشة. حبيبي ليك بدي لك شغله اقطشي هون لانه هون انا ما بحضر اخبار. عطشانين يا بلدنا والمي بخمسة وستين جوعانين يا بلدنا وما عندنا رز ولا طحين طفرانين يا بلدنا والبنوتي مليانين محتارين يا بلدنا ليل بنشكي محتارين. وشو بالنسبة لتداعياتها؟ شو تداعياتها يعني؟ ما قالوا زيد عليهم تداعياتها؟ ما بهمني أعرف، بعرف إنه لما يحكوا فيها كل شيء بيغلى. ما قالوا لهم هذا عددنا كون يوم بدنا نرجع نغلي وبدنا الدولة بتنكسر ولا شو بعدهم ستسأل ما هي زيت مطعم ما خرج عنهم مثل ما بيقولوا يا رب تسمعني. شو هلا ضريبه علينا ما ندفع لهم اياها نحن من جيبتنا. بسال جوزي مطلع اكثر لانه دائما على التلفزيون يعني بيتروق بيتغدى بيتعشى تلفزيون بس حرام رح ينبج قد ما عيط وصرخ شو اسمه نقيب قد ما صار محفوظ حرام ما عيط يسمعوا له شوي يعني لازم يعطون حقهم لانه بيتغير وضع البلد غير الحركة الاقتصادية يعني في ناس بدها تاخذ حقوقها وفي ناس بدها تنظلم هيدا هي قصة الرتب والرواتب في شيء غيره اللي بعرفه انه صرعونا فيها انهم ما بعرف قديه مدة طويلة ولا عارفين يعطونا حقوقهم ولا عارفين بقى يخلصونا نحن من هالمشكلة. أراضينا للبيع للأغراب يا بلدنا جرايدنا للبيع للسفر طيرنا للبيع للجواسيس يا بلدنا على قونا على دوي من بدو يشتري مين رحنا يا أهل المروي سبون العوا في نطرين. ومن سلسلة الرتب والرواتب إلى الموضوع الأبرز على ألسنة المواطنين لبنان بلا رئيس منذ حوالي الأربعة أشهر فهل يعي اللبنانيين خطورة الوضع أكثر من زعمائهم؟ هذه أوسخ شيء هاي البداية في بلد بلا رئيس اللي عنا ما في يعني منحاول نسأل ومنحاول نحلل ومنحاول هيك بوصة بلا شوفير رايحين على المهوار هذا بالمختصر يعني لازم يكون في رئيس أبضاي يعرف كيف يتصرف معهم هاي محطة هيدا قليلة بس يا عين عليك البحث على اللي بدك إياه بعد هو السبب لأنه يا هو أو لا أحد وهي مش رح يشوفها مشان العان مين ويعني بلا شغل هذا ملعب طاولة ما في شغل أثبت شيء هيك لأنه وقت البطل في رئيس وبطل في مجلس نيابة تفلت البلد لا في سياحة لا في زراعة لا في ما في شيء بلد منطقة خربانة
ان شاء الله نضل هيك، ما يصير يضل وضع الامن منيح. لازم يريحونا بقى، يعني لا انا مرتاحين ببيوتنا ولا انا مرتاحين بعملنا، وهذا شيء مؤسف جدا. شحادين يا بلدنا قالوا عنا شحادين، نشالين يا بلدنا قالوا عنا نشالين، نحنا مين يا بلدنا نحنا شوية مساكين، مظلومين يا بلدنا ايه وحياتك مظلومين.